يا أخوان أهل الصلاة لا يوجد عندهم مشاكل، وليس عليهم ديون، وليس عليهم هموم، لأن الصلة بالله قوية. يا شيخ، أليس بعضنا تجيه كرب؟ أنت الآن إذا جت كرب بتسجن بكرة في 100,000، وعندك 50 صديق، وجوالك فيه 2000 رقم، من إخوانك اللي ترجو يعطيك 100؟ هل كلهم يعطونك؟ هل كلهم يقرضونك؟ بعضهم صديق مقهى، وبعضهم صديق مع الفول، ومعهم صديق على الكافي، وبعضهم صديق عمل، وبعضهم جار من زوع الدسم، وبعض. لكن من اللي دائما اللي تقول والله ما فيه بعد الله إلا أبو فلان؟ صحيح، أهو اللي أنا بجيه بعد والله أن الله عطاني منه، فهو الذي سيفرج الله كربتي بسببه. وتجي تطرق الباب، ولما قلت له تكفى يا أبو فلان، أنا مهموم مكروب، سجني بكرة، قال أبشر بعزك، والله ما تسجن وأنا برا، ولا تجوع وأنا شبعان، والله إلا أقسم الريال بيني وبينك. تنبسط ولا لا يا شيخ؟ كأنما مد في أجلك. وإن قال والله حك راسه وقال علينا ديون وهموم، وأنا ماني بنا كد على عميان، ولا ني بنا أصرف على البشر، ها صار كبا كبا، يعني من كبوة الفرس، فإنه يزيد همك هم أنك ذللت نفسك، ذللت نفسك أمام مخلوق. والله لو كان الانكسار هذا أمام الله ليسخرن الله لك من لا تعرف لقضاء دينك.